دونك ليلى البارح كنا في لابلجيك. رحنا لابلجيك والروس واليوم رجعنا للجزائر. تخي بيان. فوالا اليوم نحطوا الريحه في بلادنا ونحطينا الريحه شويه ونعاودوا نسافروا. بصح رانا اليوم بلي كولوغ رانا فرحانين. تخي بيان. قبل ما تبدا ليلى نقول لكم بلي تتصلوا بنا اكيد بالارقام اللي تظهر لكم اسفل الشاشه باش تفوزوا معنا بلو كوفخي ايمانويل جان راح يكونوا كوم توجور يوميا ثلاث فائزات ندير لكم القرعه في اخر البرنامج. دونك وجات الحوت. فوالا الوغ اليوم ان شاء الله حنديروا مع بعضنا شطيطحه سردين داكوغ على اصولها وراح نرافقوها بخبز الزيتو. اوكي يعني على بالي شفت السيدات كامل تفاعلوا مع الخبز اللي حطيناه يحبوا الخبز ويحبوا لي كاطوسك. بيان سور. الوغ ختمت لهم الاسبوع بخبز بالزيتون مش هكا ان شاء الله كامل يعاودوه وينجحوا فيه ويفرحوا هما ونفرحوا حنايا زهره. بيان سور اكيد. الوغ نروحوا نبداو بشطيطحه تاع الدجاج واش فيها ونطوندو يعني عيطوا لنا شطيطحه تاع الدجاج شطيطحه تاع السردين. اوكي شطيطحه سردين. الوغ اول شيء راح يكون عندنا اكيد السردين اللي هو البطل الرئيسي تاع القصه تاع نهار اليوم. تخي بيان. السردين تاعنا نحينا لها الراس نحينا لها لي زاغيت اللي هي الشوك اللي في الوسط بعد اللي نحيو لها من السلسول تاع الظهر يعني فوتو نحيو لها واحد الشوكه في السلسول تاع الظهر باش من بعد هذاك الشوك يتنحى فاسيلمون. حطينا وحده فوق وحده ما درنا بيناتهم والو ونروحوا نحضروا الدرسه اللي نديروها هي دابيتود الجزائريين يستعملوا المهراز. يستعملوا المهراز يحطوا فيه الثوم يحطوا فيه لي زيبيس باش يحضروا الدرسه اللي يديروا بها السردين. لكن انا اليوم مالوغوزمون ما عنديش مهراز باش نحضر درسه معليش ناخذ اون بلونش نرحي فيها نقطع مليح هذاك الثوم ونديروا العمليه عادي. اذا قلنا عندنا سردين منقي وملصقين يعني زوج بزوج راح يكون عندنا اكيد شويه زيت عفوا شويه سمن عندنا شويه تاع الملح شويه تاع الفلفل الكحل وعندنا الكمون وعندنا العكريت باسكو لاصوص تاعنا لازم تجي حمراء. الوغ الكمون لازم في الحوت راح تكون عندنا حبه طوماطيش ولا تنين غابي مرحيه راح تكون عندنا ملعقه كبيره تاع طوماط كونسير وعندنا الثوم يعني راس تاع الثوم وعندنا كاين ناس يحبوا القزبر مقطع وكاين ناس يحبوا المعدنوس انت واش تفضلي؟ معدنوس. معدنوس داكو بيان سور حبه قارص للديكور ناخذوا ان طاجين ونبداو الحلقه تاعنا. تخي بيان. الوغ اليوم فضلت اني نطيبو في الطاجين باش ندريسيه في الطاجين كيما تعرفوا اللي فخاجيل غير يفوت يطيب السردين تقدرش تهزوها بخير. فوالا الوغ نطيب في الطاجين وندريسيوه في الطاجين. الوغ بسم الله حندير شويه تاع الزيت وندير مغرفه تاع السمن. دونك ليلى معروف على لي طاجين هادو انهم يطولوا باش يسخنوا بصح كي يسخنوا يسخنوا مليح. فوالا يسخنوا مليح ونطيبوا فيها بتي فو. تخي بيان. ونحاضروا على لو شوك زهره، الشوك هو اللي كسر لنا لو طاجين، دوك ماشي هو سخون، نحن نحطوه على الرخامه ولا على لافايونس بارده. داكا. تما راح يتشق، تما راح يترتق، يعني لو شو لو فخوا هو اللي كسر لنا ولا يشق لنا الطاجين، يعني حاضروا عليه وهو سخون، ديروا تحته اون بلونش، ديروا اون سيرفييت، يعني ناخذوا حضرنا عليه، راح يداوم لنا اكيد مده طويله. تخي بيان. فوالا انا عندي اليوم زعيطره وعندنا الرند باش تجي شطيطحة تاعنا بنينه. دونك بنينه بنينه اليوم. كيما قالت زهره يطول شويه باش يسخن، بصح اون فوا يسخن راح نقصوا له النار يحب الطاجين يطيب ابتي فو. تخي بيان. دونك ما عندناش مكونات كثيره، انا راح نبدا نقطع الثوم اللي عندي. لو طون يسخن لك الطاجين تاعك. نحطوا هذا منا. نشوفوا لا بلونش بسم الله دونك نبلوكي لا بلونش تاعي باش ما تتحركش. الوغ قلنا هما ديراكتومون يحطوا في المهراز ويديروا الثوم تاعهم مع لي زيبيس اللي عندنا. الوغ حنا نسييو نكرازيوه نديروا له شويه ملح كي نديروا له الملح الملح هذاك كما نقولوا حنا بالدرجه تاعنا راح يهريه ينطلق يعني كي شغل درتو في المهرس. لو عندي الثوم قلنا عندنا الملح فلفل الكحل وعندنا الكمون وعندنا العكري هذا الطبق يحبوه بزاف الجزائريين. تحب السردين زهره؟ بيان سور بيان سور. شنو الوصفه اللي تحبي؟ كاين بزاف يقول لك مقلي جينيرالمون. حنا الوصفه اللي نديروها بزاف في الدار يكون عندنا سردين نديروها مطبقه دونك هكا ونديروا في النص مطبقه سافودير درسه في الوسط اكزاكتومون نديرو الثوم نديرو ملح فلفل نديرو الملح الكمون والمعدنوس
نخلطوهم ونديروهم على انتيغيغ ونغلقوه وتقليوهم. ديرها في لافارين وتقليها. فوالا مقليه. بوغ موا سي لا ميغ غوسيت واليوم دوغ تاعك ونزيد نعطيك لها. باسكو بزاف يحبوا السادة سيرتو لي زوم، انا باسكو شخصيا مجربه انه الزوج تاعي ولا الاب تاعي ولا امي كامل يفضلوا انه السردين يكون مقلي، يقول لك بين المقلي وطايب مقلي خير. بيان سور. وانا نفضل انه يكون شطيط، حنحب هذيك الريحه على طوماط، ريحه على السردين يعود يطيب. ماذا بينا المتصلات يقولوا لنا واش يحبوا. اكيد نستقبل اول اتصال. الو الو الو، مساء الخير. مساء النور زهرة. اهلا وسهلا، صافا لاباس؟ صافا الحمد لله، وانتيا؟ لاباس الحمد لله، يعيشك. الحمد لله، صافي بليزير شديتكم، بون سي لا بومييغ فوا. الحمد لله كي سمعناك، اهلا وسهلا. تفضلي. سلم على شاف ليلى. سلام. كل خير، سلام، مرحبا، اهلا وسهلا. الحمد لله، انتم بخير؟ الحمد لله، الحمد لله، يسلمك. الحمد لله يا رب. تفضلي، شكون معايا ومن وين؟ نسرين من بليده. نسرين من بليده، اهلا بك. دونك اليوم بدينا بناس بليده اليوم. ما سقسيناش شكون. اهلا بك، اهلا بك. تفضلي نسرين. تفضلي، اهلا وسهلا. يسلمك، تعيشي. صبرت على المونشتو والسلق. واش بيهم؟ اون جينيرال اني نورمال كي ديرنييرمون يديروا فيهم التوم، مي تخسر ريحه السلق والمونشتو. سي دي جو يا مدام، سي دي جو. مونشتو نديروا لها التوم والسلق نديروا له التوم. بنان تونا جو تخوفا. بكري السلق سمحي لي. جونغ كل واحد سي دي جو. فوالا قلت لك سي دي جو. جو بريفير انا نسيوهم سون. شوفي شوفي، زمان كنا نديروا السلق غير بالتوم، ما كناش نديروا له البصل. من بعد انا ما واش ديري له السلق؟ داكوغ. واش ديري له انت يا السلق؟ بون جينيرال انا السلق نديرو دي غراتان ولا دونك نيتيليزي البصل اوتوماتيكمون. مي توم جي ايسيتو جاني شويه ماشي مليح. ما تكثريش. عيان. بالك هي ما تحبش التوم. بالك ما تحبيش التوم، تحبي ما تكثريش، ديري زوج سنينات برك. انا باسكو ما عنديش مهله، صالا بها راني نقطع فيه ونعاود، وكان عندي مهله ثاني كملت. داكوغ. الحلقه الجايه زهره تقطع كما تعلمت تقطع المعدنوس. التوم واعره. نخاف ندوخ لك الريحه في الدار بيني بين روحي، ومن بعد نروح نغسل بيان. وي مي. ما لا لازم انا اللي نربح الكوفخي اليوم. اكزاكتومون. فوالا. تفضلي مرحبا. بون انا مانيش متابعتكم بيان بيان. البسبوسه. راحت لك، راحت لك البسبوسه. رطيتي الصح، رطيتيش كي حابه الوصفه. اكزاكتومون. فوالا جوست انا حابه تعاودي باسكو ميم سي حوست في فيسبوك على عليها ما شفتهاش. سي كاينه، كاينه راهي في الجروب تاعنا، وكاينه على البسبوسه. كاينه كاينه بارتو، كاينه ميم الحلقه اللي درنا فيها بسبوسه راهي في اليوتيوب. داكوغ. صح معليش ما يمنعش انه دوك نعطيوك الوصفه باش اون كان ما صبتيهاش تاخذي الوصفه معانا. عاودي 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 برك الملاعق تاع الفارينه وتاع السمين باسكو هذوك اللي ما عطيتهم. حسبتهم زهره هذوك. 22 ملعقه فارينه. 21 سميد وزوج فارينه. تخي بيان. حسبتهم زهره. 21 فارينه تاع التشيشه وزوج ملاعق تاع فارينه. فارينه تاع التشيشة. 21 تشيشة اللي هي سميد الحرج وزوج فارينة. فارينة تاع التشيشة هذي سمح لي. السردين تاع الجوج. لا لازم تكونجي اون اورجونس. فارينة تاع التشيشة، فارينة تاع التشيشة تلقاها حوس برك عليها تلقى فارينة تاع التشيشة. تعرفها نسرين. الو. المصنع تاع التشيشة وين عندكم؟ تخي بيان. لا ميور ريبونس، لا ميور. إذا شكرا لك على اتصالك، وإن شاء الله نعاودوا نعطيو لك الوصفات. الله يسلمك. ما شاء الله. شكرا لك، يعيشك، شكرا. صحيتك. سلامة، شكرا. دونك ليلى كانت عندنا معنا درك سيدة اللي هي خديجة ولد عمار اللي جاتنا من دوودة البحرية. بحري. دوودة البحري، دوودة البحري. دونك تحية كبيرة ليها جاتنا وشفناها، ونقول لكم إن شاء الله نشوفوكم كامل كي تجيو تدوا لي كادو تاعكم، وأهلا وسهلا بكم. جات طلت علينا وسلمت علينا ودعت لنا دعاوي الخير وراحت. شكروها وراحت، وإن شاء الله أنتم تاني كامل نشوفوكم معنا، باسكو أنتم تشوفونا إحنا ما نشوفوكمش. إكزاكتومون. ألو زهرة، قطعت أنا التوم بسم الله. ودرت معاه شوية زعيطرة باش يطلق لي الريحة تاع الزعيطرة.
اوكي. الثوم ما نطولوش عليه فوق النار باسكو الثوم يتحرق، الى فات تلون مرر يولي مر. داكو دونك تمتم تزيد له حوايج خلال. فوالا تمتم راح نزيد له طوماطيش مرابيا باش يحبس وما يتحرقش. فوالا دوك تمتم الثوم غير يبدا يريح شويه، يعني ما نديباسيولوش لي 3 مينوت باش ما نحرقوش. اوكي. يعني دونك ليلى الزعتر جي غوماركي انت تحب طيب بها بزاف. جادور الزعتر جادور، عندها ريحه سبيسيال سورتو على الاخر. شوفي نطيب بها على الاول صح يجيب لي ربي راحت ريحتها، كي نكمل نزيد نحكمها نفتتها من الفوق. اه مازال تما، مازال ما قضيناش الحلقه الثانيه، مازال مسلسل. الوغ كاين كذلك اللي يدير السردين. زهره انا نعرف نشريو السردين وما يكونش سردين شباب، اللي نقدروا نقيوه هكذا ونتحكموا فيه، نروحوا ديريكتومون نعجنوه ونديروه كويرات. خيبيان هذاك ثاني سي اون تري بون وي كفته، كفته سردين هذيك باسكو دي فوا يجيبوا لنا سردين ما يكونش مليح ونحيروا كيفاش نديروه، يا اما تروحي تقليه هكذاك يا اما انا نفضل من الاحسن انه نديروه كويرات. انا جامي قليته هكذاك، مقليش لو بريفير على الفحم. وي مشوي كيما راه مشوي وي، بصح نقليه في المقله هكاك نو ما يجيش فاد هكاك. فوالا على هذه قلت لك ان نعجنوه خير، نحيو له الشوك ونعجنوه ونديروه كفته سردين في ثاني تدرسه الوغ ولا اروع مع خبز تاع الدار. بسم الله. فوالا هكا دوك ما يتحرق لناش الثوم، قليناه عطينا له حقه. طاجين ليلى يمد يمد بنا بون بون بون، باسكو راح يطيب اكتيف والطين وراهم كاينين يعني طواجن ما شاء الله دي كولور دي فورما. بروفيتي بك ممكن تحطي ان طاجين في وسط الطابله سي تري جولي، تري جولي تفتح لهم سي اغام فوالا تفتح لهم الشهيه. الوغ توجور كيما دائما نقول لكم نقلي ومليح. الوغ قليه هي اللي تمد لنا البنه، غادي نحيهم منها. ليلى اليوم انا نشوف غير في الزيتون الزيتون الزيتون. اليوم ايمان اللي معنا زيتونه تفرح. زيتونه كي فرحانه. فوالا هذا على قليوها مليح قبل ما نزيدو نرميو لا طوماط كونسيرف. برك ديما نقولهم كل حاجه تاخذ وقتها بيان سور. دونك نستقبل اتصال خلاف اخر. الو الو مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. لاباس يعيشك. بعد جهد على بالك ملي تبدا الحصه وانا مع وانا نخطب في التليفون حتى. الحمد لله كي سمعناك، مرحبا بك. الحمد لله كي سمعناك. وهلا واش راكم؟ واش راك شات ليلى واش راكي؟ والله الحمد لله بخير وانتوما لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب. مرحبا بك. بك وهلا. ماذا بيا دير لنا الوصفات تاع الشوفان والريجيم بوغ ريجيم يعني. درنا اون سوب بالشوفان شفتيها؟ ما كنتش في الدار جوستومون متابعتكم، انا عندي بزاف وانا متابعتكم. الحصص الاولين في مام تاع الصباح الشروق نشوف ثاني وبصح ما شديتكمش. مرحبا بك. ما شفتش ثاني. ما شاء الله نعاودوا لك مادام يكون غير خاطرك. ان شاء الله. ان شاء الله. الله يسلمك ودينا وليك. واش راكم تقدموا ما شاء الله. شكرا لك. اليوم تقرا ما مسكينه كل البارح تقول لي عاودي عاودي عاودي. نهضر معاهم. شحال في عمرها؟ عمرها 5 سنين. يا عمري تحيه كبيره ليها. تفرجنا تفرجنا. تتفرج كي تكون معايا ما تقراش تتفرج. تخي بيا. يقول لي نحب غير هذو اللي يطيبوا لي بصح انت دخلتيها لهم في راسهم فهمتي. ولاو سلم عليهم بزاف بزاف. واش يحبوا ياكلوا لي زونفون؟ فو بيان سافوار ابار البيتزا ولي فخيت. واش يدومونديو لك؟ ما ياكلوش بيتزا صح، لا لي فخيت نو. يحبوا على بالك ماكلتهم شويه سبيسيال، غير طعام بلبن غير مكرونه فرماج. مليحه سهله عليك. كيما حنا تاع الشرق نقولوا كسره وشليطه، يحبوا كسره وزويته. كسره وزويته يعطيك الصحه. ولفتيهم هكذا انت اللي ولفتيهم. وي وي. ندير اهداء صغير. افيك بليزير. اهلا وسهلا. الله يسلمك. شوفي نهدي لهذو وليدات بلادي الصغار اسمه ماريا ونادا وسيرين حجام وجهاد وريم ريم ثاني وزينه.
وزينه تري بيان دونك جيسبر كامل جيسبر ما نسيتي حتى واحد. لا الاولاد ولادي ماذا بيا ونهال نهال تري بيان دونك ان شاء الله كامل يسمعوا فيك. ربي يحفظهم لك. الله يبارك الله يبارك يرحم والديك يتربوا في عزكم ان شاء الله. شكرا لك. شكرا يعيشك. على شاف نعيمه ثاني نشوفها بزاف. يبلغ سبالك يعيشك. سلموا عليهم كامل. ميرسي. شكرا لك. سلامه يعيشك. سلامه. فوالا زهره راني قلي زدت لا طومات كونسيرف وكي زدتها شفت بلي لو طاجين تاعي ماهوش فيه الزيت دونك زدت شويه. نقليوها دائما نقول لهم لا طومات كونسيرف نقليوها مليح باسكو فيها ماده حافظه. دونك حنا كي نقليوها نحيو لها هذيك الماده الحافظه وتنقص لها القروسيه. فوالا نقليها حوالي زوج دقائق ودرت الماء تاعي يسخن نمرق. دونك درنا الثوم درنا الملح درنا فلفل كحل درنا كمون ودرنا شويه عكري ودرنا الزيت ودرت مغرفه تاع السمن. فوالا وقليت طوماطيش تاع الحب درت واحده ودرنا مغرفه كبيره حتى الزوج تاع الطوماط كونسيرف. فوالا قليناها مليح. دونك الماء تاعي وسخن راح ندير شويه تاع الحشيش او معدنوس. انا نحب فيها الحشيش زهره. تري بيان. انت تحبيها بالمعدنوس. فوالا ونمرقها تنشف شويه ونحط السردينه تاعي. فوالا تري بيان. دونك ليلى هذه راح تحطها السردينه تخليها كيما راها هكا وتحطها. وي بالزوج زوج زوج هاي لاصقه. اه داكور. شوفي كاش راني ملصقتها دوك نعاود نفهمك. باسكو بالك كاينين دي جون في كيما هكا راهم يتابعوا فينا جدد. باسكو نو انا كي قلت لك مطبقه احنا مش هكا ديجا الحشوه ونديروها في الوسط ونغلقها. فهمتك انت هذا كي ينقلها زهره. هذا راح نديروه في الدسه. اكزاكتومون دونك انا قلت كي تقفلها هكا باش تيك فوالا سي تاعك باش ما تفتحش في ما تتفتحش زهره غير فوا يلصق ما يتفتحش. داكو. ما يتفتحش راح نزيد شويه ما قلنا نمرقوا بالماء سخون. هذا ثاني على جال الطاجين ماشي الطاجين سخون وانا نروح نمرق بالبارد يترتق. دونك هو سخون حاضر عليه ندير له شويه ماء سخون نزيد معاه شويه نخليه يغلي شويه ونعاود نرجع نستف السردين تاعي. تري بيان. فوالا نقص له النار. اوكي نغطيه نخليه هذا دو كوتي ونحكيو على السردين. تري بيان. ها ليلى احكي لي على السردين. الوغ السردينه تاعنا واش درنا لها؟ قلت لك نحينا لها الراس. شوف كانت هكا سردينه كان عندها راسها. نحينا لها الراس. فوالا هذه هي لك باش نفهمهم. نحيت لها الراس. كي نحيت لها الراس هاد الشوكه اللي هنا هي الاولى اللي نحيوها. كي نحيو هذه الشوكه هنا يدي مونطا الشوك اللي هنا يتنحى اوتوماتيكمون. فوالا الوغ حنا نروحو نجبدو بالعقل نجبدو هذاك الشوك نحيوه. كي نقيو كامل السردين حنا رانا ننقو او ميم طون رانا نستفو في لاسيت تاعنا ونديرو كل ما تنقي حبه تشوفيها راه تجي قد اختها. الكبار نديرهم فوق بعضهم الصغار نديرهم فوق بعضهم. ممكن نروح انا فوق الحبه الاخرى ونحطها ما ندير فيها والو. تري بيان. غير تختار شويه لاصوص تاعي دوك هكا مايها تنشف شويه نستف السردين. السردين ما يطولش ما فيهش الروح تمتف غير هذاك يطيب نطفي عليه. تري بيان. نرشوه بهذاك الحشيش والمعدنوس نوجدوا له طونشه تاع القارص ويكون جاهز ناكلو قبل ما نقيم الخبز. تري بيان. دونك نشوفي لا احتجت من بعد الخبز اليوم ليلى جيماجين با اوليف. وي سيغ. وي باينه. ها ورم زيتون وما باش الخبزه حوجي. كيفاه؟ ورم فيها الزيتون وما باش بلي خبز تاع الزيتون. حوجي. خرجتي لي خرجه. الوغ نخليو السردين تاعنا دو كوتي ونهضرو على مقادير الخبز. بصح من لا اقعدي حتى نكمل نرمي السردين نكون مهنيه على الطاجين. اوكي. باش نروح للخبز. تري بيان. فوالا مانيش حابه نبعد عليه. ما تبعدش اختي الله يفرق بيناتكم اقعد حداه. ها واش نحطوا للمشاهدين من بعد. الخبز تاعنا تاع الزيتون اسهل ما يكون راهم تعودوا معايا على العجينه واش فيها تعودوا معايا على لي تكنيك نقص له برك عفوا عندي من 500 ل 600 غرام تاع فرينه بيان سور واللي حاب يضاعف حسب افراد الاسره يضاعف واللي حاب يقسم على اثنين ينقص باش يجرب الوصفه. راح تكون عندي مغرفه كبيره تاع الخميره تاع الخبز وعندي مغرفه كبيره كذلك تاع السكر عندي مغرفه صغيره تاع الملح عندي مغرفه كبيره من بودره الحليب عندي حبه بيض عندي مغرفه تاع الخل وعندي شويه زيتون مقطع هذا نفس الشيء غير الديكور شويه زيتون خضر و
وعندي شويه زيتون كحل اللي نحيت له العظمه تاعو وقسمته على زوج، وراح يكون عندي شويه سانوج ديكوراسيون وحبه بيض اللي ندهن بها، وعندي شويه تاع زيت الزيتون، وهنا كذلك راح يكون فيه واحد زوج مغارف تاع الزيت، واللي حاب يزيد يرافي عليه شويه فخوماج يقدر يرافي عليه، ولا يستعمل الفخوماج فوندو يعني حسب الرغبه. اذا حنا ناخذ الفرينه تاعنا كالعاده، ليها السكر، الخميره، لا بودغ دو لي، بغرفه تاع الخل اللي هنا راح تكون دور المحسن باش الناس تنحي هذاك المحسن، يعني سي دي كونسيي نديروا معاه لا بودغ دو لي كذلك راهي محسن، الحبه تاع البيض راهي محسن، ونطموها بالماء او بالحليب. دونك نستقبل ليلى اتصال نعاود نرجع ليك. الو الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. عيش ما كيعيشك اخت زهرة. نعم مرحبا بك. الله يكفيك عيشك. تفضلي. جو ميرسي بو هاد ليميسيون تعجبني بزاف. ميرسي افو يعيشك. فوالا سيرتو مع الشيف ليلى. تعجبني بزاف بزاف. يسلمك يسلمك حبيبتي. مرحبا بك مرحبا بك. يسلمك انا شوي نغوتريتي. ما شاء الله. في الدار جو مونوي الوغ دركا راني غير مع لا كويزين، غير الشيف ليلى. خير بيان. طيب واش طيب نطيب. صح. هاي دبرت عليك اليوم السردين، دونك طيبها اليوم ولا ما يكفيكش الحال؟ غدوه غدوه ان شاء الله. لا لا السردين تصحى بوغ دوما. وي لازم تصبح. بكري المارشي بكري. ان شاء الله ان شاء الله. واش حبيت نقولها الشيف ليلى؟ تعاود لي قلب اللوز. قلب اللوز نعاودوا لك المقادير ولا حابه تعاود تشوفوا؟ ولا ليلى قلتي عندك وصفه اخرى؟ هنا وصفه ثانيه قلنا نديروها بالبلندر. هذيك انا اللي نتسنى فيها. فوالا صبر. وي كاينه اون اوتر غوسيت درناها في رمضان وطلبوها بزاف المشاهدين، قلت نعاودوها ان شاء الله مع بعضنا، تجي في البلندر تجي ساهله ماهله. ما تديري جفنه ما تديري والو، كلش في البلاندور راح يجيك روعه. صبري برك معايا وتشوفي معايا الوصفه. تخي بيان. ما تبعديش باكي تخرجي العشيه ولا قبل الصباح. على بالك شيف ليلى انا شتغوتي خوتخات جي في فورماسيون تاع كاطو. الله يبارك. انا سبيسيتي تاعي البنيون، ندير واحد البنيون. ما شاء الله. وقتها تجي عندنا هنا طيبه لنا البنيون تاعك. نجي شوي بيان سور افيك بليزير. وقتها تجي. اسكو نقدروا نشوفوك معنا لا سيمان بروشين هنا في البلاتو؟ يا با سوسي نبريباري لكم ونجي نديرو عندكم. خلاص يا مرحبا بك عندنا. وقتاش تساعدك؟ سامدي ديمانش لوندي؟ والله ما على بالي وقتاش. شدي الرقم تاعها. ايه حكموا الرقم تاعي، حكموا الرقم تاعي. اوكي وجي باسي باذن الله. مرحبا بك مرحبا بك. فوالا صافا نو بليزير مدام، نشوفوك ونشوفو الضحكه تاعك الحلوه. بيان سور مرحبا بك. زايده في ربيع مدام. تخي بيان. نحوسو غير عليك. حنا نحوسو غير الناس البشوشه اللي تضحك وتزهي لنا الفلاطو. مرحبا بك. يطول في عمرك. يسلمك عايشك. ميرسي بوكو. هنايا لا بيانيير فوا شفت ليميسيون تاعكم سا ما فريمون توشي ليميسيون تاع البقلاوه بالكاوكاو. معليش مدام جازت هذيك معليش. البقلاوه بالكاوكاو سيت اون ايستواغ لي لا في بوكو دو وي لا في بوكو دو باز بون مالوغوزمون. اكزاكتومون اكزاكتومون. مي معليش سيت اون كيما قلتي انت سي ريان سي جوست بقلاوه كاوكاو سي ريان. شوفي انا نحبها بالكاوكاو خير من الجوز واللوز. وي وي يا مدام كل يوم رانا نقولوا لا كويزين سي دي جو، رانا نقولوا لي جو اي لي كولور سا ديسكوت با. اكزاكتومون. كل واحد والذوق تاعو، كل واحد واش يحب. انا نحب لك حاليا تحب الابيض، كل واحد واش يحب. لا لا نحب لك حاليا تحب الابيض. اسمعي لي اختي انا نحب انا قبيليه ونحب بزاف تراديسيونال، نحب بزاف العجاجل. خيار الناس ما شاء الله. الله يبارك. فوالا هكذا يهمل. دونك واش حابه في تراديسيونال؟ ليني ديني ذكر. نو 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 انا لا اسمع كلمات بك. البركوك سيكسو ساكا وسوق الدين. الله الله. تاع القديد هذا باسكو دومونداوه لي وما درتوش. لا كان تجي به معاك وروح يشرح لنا. جيبي لنا شويه قديد. عندك القديد القرنينه والقديد اكسترا. طعام بالقرنينه والقديد. روعه 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 روعه. إما لا تجي دير لنا البنيون البنيون جيبيه واجد وجيبي لنا روحي ديري لنا القديد. شوف البنيون جيبو واجد وروح طيب لنا هنا حاجة تاع القبايل. شوفي البنيون نجيبو لكم واجد نعطيكم جوست كيفاش يخدموه. وي وندير لكم طعام بالقرنينة. مرحبا بك. أون فابخوندغ فوت نيميرو دونك إيمان سيل تو بلي تحكم لي النيميرو تاعك عاود لي الاسم تاعك. جميلة باب الزوار. جميلة باب الزوار. إيمان سيل تو بلي تلي هاد لو نو أبار. أوكي. إيه
ونتصلوا بك في نهايه الحلقه، نعاود نتصل بك ونديروا ان بروغرام ان شاء الله. مرحبا بك. لا يسلمك يعيشك، هايدي او بليزير. ميرسي سلامه، صحتكم. واش راهي طيب الشت ليلى؟ انت عاودي غدوه ان شاء الله. صحتك. داكور داكور، ميرسي سلامه. يعيشك سلامه. يلاه دوكا نتبادلوا. هيا روح. فوالا، ودوكا ساعة ساعة وطلينا على الطويج من هذاك. أوكي. ساعة 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 ماشي خي، مهمة صعبة. دوك طليتي. أنا جامي عطيتيني مهمة صعبة، أنا جام لا كويزين، جادوغ. تعجن معايا اليوم؟ وي افيك بليزير. شوفي أنت واش راكي حابة تعجن. نحي لاباك برك. هاي. أنا نحب مادا بيا. إيه صبعي مسكين. خلاص هاي مريضة، هاي مريضة خلاص، معليش هاي ماشي اليوم. إيه. عندها صباحها مريض، سامحوها الأسبوع الأسبوع القادم إن شاء الله هي. تعجن معايا. ما خلتليش الشيف المتألقة لاسيستونت تاعك، ما خلتنيش، قالت لي ما تعجنيش بالطاغاطغا. وي عندك الحق. معليش. صح نعيمة اوكي. الو نعيمة راهي مخرجة دوكا. أكيد. ميمو عندك الزهرة. بسم الله. الو. ميمو عنده لا غوليف. وي. الو راح نديرو 500 ولا 600 غرام تاع فارينة. دائما نخلو شوية دو كوتي زهرة. ليلا ندير لك شتافو ان تخوك. يلا تفضلي زهرة. جادوغ الخبز تاعك. جو سوي فان. كل يا إلهي للأنام اليوم يا زهرة. لا لا غير نامي. نحب الخبز جادوغ. فرونشمون أنا نشوفها أون إكسبير في الخبز. والله العظيم. بصح ماذا بيا تتعلمي عليا وترفدي. وي راني نتعلم، راني نعيط لك كي نسخن. تخبي أكيد أكيد. إذا نستقبل ديما جوكر هذاك نتيليزيه هنا. إذا نستقبل اتصال. ألو ألو. ألو. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا، مرحبا بك. حشامه وفيك يعيشك. يعيشك. شكون معي؟ غايا حيشك. انت لاباس؟ صافا الحمد لله. شكون معي؟ فتيحه مشلف. اهلا بك فتيحه وكل ناس شلف. يسلمك. اهلا وسهلا، مرحبا بك، تفضلي. اختي عندك واحد تواضع، سمحي لي بزاف تواضع. تواضع يخليك، ميرسي بوكو. يعيشك. يعيشك، ميرسي بوكو. قطع الاتصال، سي دوماج، سي دوماج. هذاك الزيت لحق ظهر هذا؟ نعم. حسب لي راح ندير ديكا اليوم وما نعرف. اش ديري ديكا؟ باسكو صبعي. خلاص شدي صبعك وريحي. شديها كانت الله يفيه وهضري معاها باغ تيليباتي وخليها. مسكينه وغايدني. باش قلتي روحك؟ البارح كنت ندير في اون سالاد، جافي دي زانفيتي وكنت ندير في واحد لا سالاد، درت هكا جوغ شتي الخيار ليلى، درتها ودرتو بليكونوم هكا باش يجيني فا، وندير فيها طومات طومات وجغول. شتو الشاف؟ شتو الشاف واش هيدي؟ اي باش ندير ديكور. اي كي جيت ندير هذاك الطون بقى لي شويه، جيت ندير هكا جوغ مشيت يدي في لابواط هذيك تاع الطون. واش نقول لك؟ واش نقول لك؟ الام الام. صافي حتى الضياف تاعي قلقتيهم. نو في هذيك كانوا مازال ما لحقوش. زيه ما كانش. كانوا مازال ما لحقوش. معليش بشفى عليك ان شاء الله. يعيشك. الوغ نعاود، درنا رطل تاع الفرينه ولا 600 غرام، درت مغرفه كبيره تاع خميره تاع الخبز، درت مغرفه كبيره تاع السكر، ودرت مغرفه صغيره تاع الملح، ودرنا شويه تاع الزيت واحد الفنجان با بلوس، ودرنا حبه بيض فوالا، ودرنا قلنا البودره تاع الحليب، نحبوا نطموها بالماء، نحبوا نطموها بالحليب، انا ناعمه حطت لي الحليب، نطم بالحليب، فوالا، نديروا فيها شويه تاع الزيتون. ناعمه اللي تحكمت لك في الوسط. ناعمه تتحكم معايا في الوسط، تتحكم في المخرج وفيا. انا ثاني باش نقول في علمك، هي ناعمه تتحكم فيا. الو نطم العجين تاعي، قلنا فيه الزيت، فيه البيض، فيه الخميرة، فيه السكر، فيه الملح. يلا شوفي زهرة شكون معنا، حلي الباب. الو الو مساء الخير. الو مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير. مرحبا بك مدام، اش حوالك؟ يعيشك. صافا صافا ميرسي. من الشرق دي، من الشرق الجزائري. نادية من الحروش. من الحروش، من سكيك دون فيس. اهلا وسهلا بيك يعيشك. صافا صافا ميرسي. انت لاباس؟ لاباس الحمد لله، ربي يعينكم. صوتك يهبل وتوحشت هاد اللهجة، توحشتها بزاف. عندك تبكي بركة؟ لا ما نبكيش، البارح كانوا عندي. اهلا وسهلا، مرحبا بك. شفتي ولا يقولوا لي بكايه؟ ما تبكيها ليش يا مدام، يعيشك.
مرحبا بك، يعيشك. يعيشك ولا غير على المستمعات برك كي عيطوا هيك. اها ديديكات شويه ينقصوا، دونك قلقوك لي ديديكات كي طولوا فيهم بزاف. يقصروا شويه هكا، يقصروا ما يقصروا شويه. قالت لكم قص. شكون معايا؟ عاود لي الاسم نتاعك. ناديه من الحروس. ناديه من الحروس هي تقول لكم نقصوا لي ديديكات. قريتها ما في لي كومونتير. صح قريتها انا. انا كي يقولوا لي نديروا اهداء جو با لوغ انتيردير، مي صح شويه كومان ان نو ولا دو خلاص. داكور افوز اوردر. نتاعك لعب ديجا باش نتفرجوا مليح، باش مش نقعدوا نستنتوا على لي ديديكات وعلى. صح وي جو ريسبكت، جو ريسبكت. نحسن عندها الحق، كل واحد ورايه. نحبوا نديروا لي ديدي والله ما نفضوا التالي. شاركوا ندير لك ديديكات، قولي روح نجيب الورقه من لا ميغي تاع حروش ونبدا. مرحبا بك، تفضلي. يعيشك. كاش ما عندك غوسيت؟ كاش ما عندك حاجه حابه تشوفها معانا؟ والله ما خليتي الناس يعني، والله نشوفوا كلش يعني. بارك الله فيكم يعني. يسلمك يعيشك. وساك برك الغريبية برك. حبيتي الغريبية؟ شفتوها الغريبية؟ تاع البلابة. تاع تاع البلابة. كيف تاع البلابة؟ تاع البلابة. داكا. خي بيان تاع البلابلي. ما درناش تاع البلابلي. ما درناش نو ما درناش. جو بونس الغربيه عندها بليزيوغ غوسيت. الغربيه تاع الججلان، الغربيه تاع الكاكاو. هاي نعرفها الحاجه تاع البلابلي يتهبل. ربي يعيشك، فكرتينا في الروايح. دونك ان شاء الله الليله ديرها لنا العام طويل. صح انا ماذا بيا تحكي لي انت كيفاش ديريها، راكي باينه اكسبيريونس الله يبارك عليك. بفمي هك نعرفوا باش جربتها ولا ما جربتها. شوفي انا ماذا بيا في بلاصه لي ديديكاس يكونوا هكا دي روسيت اللي يستفادوا بهم كامل الناس. اكزاكتومون. نعرف تاع الزيت تاع الكاوكاو بالزيت وسي يتهبل وسي. تخي بيان. اللي يطبعوها هلالات. بزاف الغريبيه فيها. صح فيها فيها. فيها بزاف لي روسيت افكتيفمون. صح وي. دونك ان شاء الله تشوف معنا الغربيه. ميزا باغ الغربيه، واش رايك في الليله اليوم كي الطريقه اللي درت بها سردينه؟ اسكن تديرها هكا في الدار؟ انا والله نديرها سيغتو مقليه اكثر، ولا في الفوغ هذيك اللي تجي كيما الكونسيرف هذيك. تخي بيان. طوماط ونحطها في الفوغ هي تجي سي رائعه. تخي بيان. واسكو ديرها مطبقه كيما قلت لهم؟ نو لا، نطبقها على زوج ونديها حدا بعدها حدا بعدها تجي كيما تخي بيان. تخي بيان. طوماط. اوكي. يعني بيس. اها. خلاص. تخي بيان. نحطها في الفوغ. فهمتيها؟ سما اليوم لا غوسيت هذه يعني الجيرواز، انا حبيت ناس الشرق، ناس الجنوب، ناس الغرب اللي ما يديروهاش بلا ميم فاسون كيما هذي. دونك هذي دولما نو؟ شطيطحه. شطيطحه سردين. شطيطحه سردين. محسوب مليح مقلي اكثر. صح وي، يكون عنده يلقاغد البنة تاعو، سيرتو على بالك. صح نحبوا نبدلوا. الحوت فيه بزاف لي فيتامين، فيه لي زوميغا 3، فيه دونك. يا برك هك مقليبه شويه برك كيما يقولوا يشم ريحه النار. قالت لك لا بغا مقليه شويه برك. واش حبيتيني يا مدام؟ نقليها وبعد نحطها في لاصق. قالت لك نحب نشم ريحه القليان. ماني فيه. خلاص. تبغي مينيت دو مينيت خلاص. لا جايه نجيبوه ونقليوه ما نديرو له والو. هيا بارك الله فيك. لك بارك شكرا. هيا ربي. ميرسي بوكو الاخت ناديه من حروش، يعيشك، اهلا وسهلا. ما عندكش اهداء؟ في سكو جو دي ني با سكو جو. مرحبا بك، مرحبا بك. لا فامي حوتي كل خواتات وولادي في وهران. ميرسي ميرسي. يعيشك، ميرسي بوكو. سلامة، يعيشك. الله يسلمك، ميرسي ميرسي. الوغ زهورة عجنتها دو مينوت ولا تخوا مينوت، شوفي كيما دوكا الفرينة يعني تمتم تترتق شوية. تري. فوالا تمتم، وخليو توجور نقول لهم دايما الخبز نخليوه يتلاصق شوية، لو طون يزيد يخمر هو راح يزيد ينشف، ولا شفناه من بعد محتاج يعني سهل نزيدو له شوية فرينة كي نكونو نقرصو فيه. دونك هكذا توجور نقول لهم باللي نديرو لها شوية تاع الزيت. تبديش لاكروت في لو بول تعرف مش غير على لاكروت، باش ميم لا بوسي تجيها سهله كي تكون حتخمر. شفت كيفاه؟ ساعه ساعه تعطيني هيك حاجه. توجو عندك ديما معلومه ناقصه عندي انا. هي كي تلقى الزيت مسكينه كانت تلقى البول هذا ناشف هكا تجيها شويه صعيبه باش تطلع تلقى الزيت تطلع تجي. يا اختي غير تقول ندير لك بيدون زيت خبز مقلي.
فوالا خليوه يخمر، نحي شويه هاد العجين. اي بيان لا سيرفييت سيت بلي، ها هي هنا. طلي لي تشوفي على الطاجين. طل لك على الطاجين. مازال ليلى؟ مازال. نقلب؟ اقلب. فوالا، الوغ اقلب. نقلب يعني نرجع. اليوم. ما يقولوها يقولوها اقلب. صح؟ ها وي. اي صافا. نشوف لو شيفون تاعي وينو. اوكي. هاوليك وانا توجور مبريباري شويه خبز. دوكا كيفاه وين نوقف؟ ها نمسح لك برك وعاود وقف. منا ولا من هنا؟ وقف كيما كنت. عفوا زغب غير قول لي بركه، كيف نروح لها؟ لا 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 حاشا. كاين فاروق يتبعني. قعد هناك موانسني قعد. الو نمسح برك مليح لو بلون العجين. قلت لكم هذه نغطيوها وانا عندي وحده جاهزه حطرتها بواحد الساعه من قبل، ساعه قبل البرنامج يعني عندها دوك واحد الساعه ونص. اوكي. تقبلوا اتصال ليلى قبل ما اكيد اكيد. اذا نستقبلوا اتصال. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. صافا صافا يعيشك، انت لاباس؟ الحمد لله. واش راكم نتوما؟ لاباس يعيشك الحمد لله. جميلة صافا كلها بخير، طول ما نسمعوا اصوات هكا تفرحنا فرحانين. صح يعطيكم الصحة وشكرا ديروا كامل. عايش شكرا ليك. هايلة 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 بزاف تعلمنا صوالح. ربي يخليك. ومازلنا نتعلموا منكم. شوفي مادام رانا عايشين مادام رانا نتعلموا. أكيد سي فغي. في كلش في كلش، ما كاش اللي يعرف كل حاجة في الدنيا هذه امبوسيبل. أكيد. سافا ميرسي. شكون معايا ومن وين؟ خديجة من باب الزوار. أهلا بك خديجة، لاباس باب الزوار اليوم راكم بقوة. شتي لا نجي نحكمكم راه ما عندي شهر وانا نحاول ما حكمتكمش. اليوم راه الخيط ديريكت لباب الزوار من القبه لباب الزوار. صحه. اهلا بك اهلا بك. الحمد لله يا ربي. تفضلي. واش ليلى حبيت ندير لي تاع قلب اللوز لتاني مره. خلاص صافي لازم نديرو هذا الاسبوع ان شاء الله. مع الحد الاثنين تراقبونا هاد لا سيمين تشوفوا قلب اللوز. حاجه جديده سهله هكذا. ساهل درناه في الميكسر خلطنا كله شربيناه يطيب وجا قلب اللوز لاباس عليه. سي بيان. الله يسلمك الله يسلمك. طلباتكم اوامر ان شاء الله. ان شاء الله السمانه الجايه تشوفيه معايا. منورين الشاشه يعطيكم الصحه. الله ينورك. شكرا لك يعيشك. شكرا يعطيكم الصحه. يعيشك ربي يخليك. شكرا لاتصالك. يسلمك. شكرا. سلامه. يعيشك. خافت من ناديه وما دارتش ديديكات. يا ناديه عندك كلمه كلمتك مسموعه. ما عبيتش نسقسيها مي ما هدرتش وحدها. الو نرشو فارينا. كي نقولوا نرشو فارينا صافي دير نرشو مليح زهره. فوالا نرشو اون بون كونتيتي ولا لو بابي كويسون. مره نديرو بابي كويسون مره نرشو. هكذا اللي ما عندهاش بابي كويسون يعني تقدر تطيب كلش برك يكون لو بلاطو بيان فاريني. الوغ نحي هذا من نروحو للخبز تاعنا. قلنا هاوليك خمر غطيناه كان مدهون بالزيت. اون فالو ديغازي بسم الله معاه بلا عقل. نخلعوش نخلعوش مسكين وبعد يوليها ترف. كي تاكليه يخلعك فيك الشكل. فوالا كانش ميزان وزنو هكاك. ليلى اليوم كاين ميزان ليلى. اي ليلى هذيك تاع البطاطا. نو نو هذاك الصغير هذاك تشوف بلي نشوف خير منك. والله غير راني صونوتي. اذا الو الو ميرسي. مساء النور. واش راكي اختي زهر لاباس؟ راكي لاباس حبيبتي عايشك انت لاباس؟ عجبيني بزاف بزاف بزاف. يا عمري ربي يخليك ميرسي بوكو. المغرى كاع الحق لا دام تاع مقبيه اللي تعطيك انت بزاف متواضعه. ميرسي بوكو يعيشك يعيشك. وقولي لها للشاف ليلى نسيت بزاف لي غوسات تاعها ونجحت بزاف. سان في بليزير انا هذا الشيء اللي نحوس عليه. انت لي شاطره انت لي شاطره ثانية باسكو ليلى تبغي لي غوسات تاعها كامل ناجحين. انا واحده من الناس قلت لك نجرب لي غوسات تاع ليلى. بس انت شاطره تجرب ويتو. اكيد عندها لا فولونتي وتحب الطياب. تعجبني بزاف لاكسون تاعك نموت على ناس الشرق. انا؟ يضلوا يهبلوا فيا هنا يقولوا لي المراه تهدرها بصفه راجل. نقول لهم لا غالب لا شتي لا شتي هكا. شتي تعجبني لا لونغ ديالك. يعيشك ربي يخليك. تحيه كبيره لناس الشرق بالمناسبه ربي يخليك. وقولها شافي لنا بزاف نحبك ونحب طيابك ربي يخلي لك هذوك اليدين ان شاء الله. الله يسلمك الله يحفظك. سلمك يعيشك يعيشك.
ماذا بها دير لنا القلب اللوز انا تمام. شكرتك شكرتك جايزه عطات لك الحس خلاص ليكم غير خاطركم دائما نتبعكم دائما نلقى شغلي. مرحبا بك. واش اسمه واش اسمه البطبوط هذا؟ هذه سيرين. سيرين يا عمري سلمنا عليها ربي يحفظها لك ان شاء الله. يسلمك اختي. ميرسي بوكو. ميرسي ميرسي ابو يعيشك. ميرسي بوكو. علاه خفتي من ناديه؟ معليش معليش ناديه كي تسمعي ليكم انتوما ونحبك بزاف. ربي يخليك ربي يحفظك حبيبتي ربي يخليك. أرواح عندنا مرحبا بك. جيب سيرين وأرواح مرحبا بك إن شاء الله أختي العزيزة. ربي يعيشك ربي يخليك. ميرسي أبو سلامة يعيشك. الو زهرة دوك راني نكورهم أنا علاش نحب الميزان. دوك بالك بزاف سيدات يقول لك علاش توزن الخبز. لي تحب تدير عينها ميزانها تدير. أنا دائما نقول لهم نحب الخبز تاعي حبة وحدة كطيب الأولى نعرف الأخرى طابت. طيبوا وقت واحد يعني نحبهم فورما واحد. هما حبوا يديروا عينك ميزانك على كل حال يعني كل واحد والطريقة تاعو. لكن أنا والفت بلي في الكارطو والخبز النهار كنت نقرأ وبديت نتعلم هكذاك وديبي يعني قعدت الطبيعة قعدت في ليفون زابيتيود. نحب الميزان نحب الميزان نحب العدل. دونك انت هنا اللي دونك نحتاجك دوك نوري لك كيفاش نشبه وحدة. غير تقدر تشبه على صبعك. أكيد أكيد نشبه هكا. إيمان تقدر؟ إيمان قولي لنا تقدر تخدم معايا تخليها؟ لا لا حبيتها برك تشبح لي بالزيتون. هاي خلاص جات في الزيتون على وجه الزيتون خلاتني. فوالا دونك نكمل وزن الحبه الاخرى وراني كيفاش نديكوريوه وانا نكمل الحبات اللي قاعدوا. يعني شوفي الخبز دائما نقول لهم الخبز زاكي الله يبارك يخرج كونتيتي كبيره تاكلوا وتوكلوا يعني تاكلوا وتصدقوا الجيران لا فاميلي قدامكم تحمروا وجهكم. زعما وحده خفتي الفرد الفجائي حبيت المقل. لا ممنوع. دونك ليلى شوف باغ اكزومبل هكا ما عندكش الخبز دقيقه الاخرى لا غناش كيف اعطينا وصفه اللي كي مد عندناش الخبز هذيك دقيقه الاخرى عبيك عبيك تفاصيلك لا ميموار شتي اللي مديتها لمروه في التليفون. هذيك هي الوصفه تاعنا تاع السلك تاع التبدل. عاودها لهم الوصفه هذه ماذا بيا الناس انت يتعلموها سيرتو كي يكون راجلك هذاك وانت تخلى الدار وما كاينش كيفاش يعاود يخرج وما يخليكش تخرج انت تجيب هذيك الحاجه. دونك اعطيهم وصفه هكا رابيدوس اللي يديروها ساهله. انا خاصه مرات نكون في الطريق وما كانش الخبز ولا نسيت وقرب ندخل نعيط لمروه نقول لها مروه تقولي ما كاش الخبز نقول لها ديري هذاك الفطر تاع الفارينه. يعني تاخذوا كيلو ولا رطل تاع فارينه واش ديروا له فنجان برك تاع الزيت فرطل فنجان تاع الزيت وديروا له مغرفه صغيره تاع القهوه ملح ونديروا باكي خبيره كيميائيه. دونك نص كيلو فارينه وفنجان تاع الزيت الملح ولوفيغ شيميك باكي تاع لوفيغ شيميك ونقولها لميه بالماء. ما نديروش السكر وهذوك الجماعه. ما نديروش مش خميره تاع العجين خميره كيميائيه تاع الجاتو. هذيك هي اللي نقولها ديريها في الخبز تسمى ما يخمر ما تسنى ما والو تعجنو تمتم تقرص وتحلها بالحلال وديرها تطيب في الطاجين ولا في المقله. فوالا ولا في المقله. انا ساعدني المقله. اذا نستخدموا الاتصال اخر على والو. الو مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. يسلمك ام سيف من شلف. الله يبارك. ام سيف اهلا بك. ام سيف وكل الناس الغرب كي راكم ملاح؟ رانا غايه الحمد لله. انتيا كي دايره؟ لاباس عيشك الحمد لله كرام الصغار. يا ربي الحمد لله اللي حكمتكم. الحمد لله اللي سمعناك. الله يسلمك تعيشي يعيشك. تفضلي ام سيف. نقول لكم باللي زامي شت حصه كيما هذه. ميرسي بوكو يعيشك. الله يسلمك. والاخت زهره نموت عليك حبيبتي ربي يخليك. الله يسلمك. واختي ليلى نقول لك قولي ربي يعطيك نص مني على اللي غوسات اللي راكي تعاملي فيهم. الله يسلمك. راني معكم من قلبي وراني نمد لكم واش نعرف واش زدت تعلمت. المهم انكم تكونوا فرحانين. ربي يحفظك ويطول في عمرك. وفرحتي انكم كي تنجحوا كي تفرحوا الفرحه تاعكم هي فرحتي. الحمد لله يا ربي. وبغيت نقول لك باللي سييت هذوك هذيك الحلوه الجافه تاع التميرات. اها جاتني فور فور. هذيك خدميها لي كوموند تاع العراس. ماشي والله غير روعه.
هذه كيخدموها في العرس، هذه انا وحده كنت نخدمها في العرس. كي ما شاء الله. وبغيت نسقسيك اختي، بنتي سنات عقب البيام ان شاء الله، ربي ينجح حالك ان شاء الله. ان شاء الله الحلوه اللي زعما كي اللي نطيبها لها نوجدها لها. معليش صبري معنا مازال مع الاخر، وتكون كتكون دخلت حلوه جديده، يكونوا كاينين دي موديل جداد يعني نطيب لها كي تربح البيان ان شاء الله. يعني شوفها تفائلوا خيرا تجدوا. لا لا ان شاء الله تربح وتفرح ان شاء الله، صافي بليزير. وحنا نوجدوا لك بيفي، حنا دائما كيلحق اخر سنه دائما نكونوا عندنا حلويات جدد، عندنا دي طاخت جدد، ونفرحوكم يلحق العيد الحلوه. البلا تاع السردين ثاني فكرتيني في السردين، ما حركاتو ما طلعت عليه، ان شاء الله ينحرق. زي قلتي السردين وصلتني ونسيت. ما شاء الله ما شاء الله، سلامات مزيه. ولا عاود غطيه خلي بس كي راه عرفتي فيما يصرى له والو. يا اختي خرجتي لي قلبي، رجعتيها ترعش. اما ربي يحفظك ويخليك ان شاء الله ويخلي لك بنتك، سيرتو كي فكرتيها سيرتو اختي كي فكرتيني، وكنت تحرق تقول لهم زهره. لا 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 يعيشك ربي يحفظك مدام ويخليك. وقلب اللوز ما ننساش، قلب اللوز ما تنساش، خلاص قلب اللوز تاع قلب اللوز خلاص. صبري صبري. اوكي يعيشك، شكرا لك يعيشك. الوغ انا نسيت ما شعلتش الفوخ، قلت لك بلي حاسه اليوم كاينه شي حاجه كبيره، الفور تاعنا يسخن تمتم ما نقدرش عليه. دونك قلتي لي نعلمك كيفاش تشبح. بيان سور بسم الله. الخبز هذا ما نحبوش طالع بزاف، باسكو كي يكون طالع راح يجيني شغل امبورغر ولا بريوش، وانا جي با اونفي، يعني حبته يقعد مبلاطي يقولوا قعد تم. الوغ دوك نشبحوه بالزيتون. الله الله. والبيض الوغ الحاجه الاولى كسرينا البيضه. معليش يقدر سمعك. كنت كملها كنقول لك اليوم تحدبات معايا وانتي ديري لي العشاء وصبعي مريض. نديك معايا سيدي وناجي جيبيهم المساء كاي الحمد لله، جيبيهم ورواحي. فوالا انا قلنا بلاطينا شويه، قلنا مانيش حباته خامر بزاف، واللي حبت تخليه خامر يعني انا دائما نقول لكم نعطيكم الوصفه ونديرها لكم على حسب الذوق تاعي، وانتم اكيد الذوق تاعكم تستعملوه. فوالا حل الباب زهره. الو وي. الو 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 ادخل ادخل. شكون؟ وعليكم السلام. اهلا وسهلا ياسمينه. اهلا بك ياسمينه. اهلا اليوم شلف وتنس ومرحبا بكم. اهلا بك ياسمينه. قربي قربي جوزي. الله يسلمكم يعيشك. نقص لي فلاتي لي حبيبتي من فضلك. كي راكم؟ ولا بخير؟ طول ما انتم بخير الحمد لله. داكور. والله ما تبغيكم بزاف. حنا ثاني نبغوها. ممكن تبغينا انت ما تبغيناش. لا لا حرام عليك. دائما. مرحبا بك. وزعما كي تبعوا وصفه وتعجبكم شكون اللي جربها انت ولا ماماك؟ مين لك انا ومين لك هي؟ دير التور دير التور. ساعه تقل عليها. يا اخي. الو الو. هاي مينا ماما بغات تهضر معاكم. نقص لي فلاتي لي برك وجوز لي كامل العائله. الو الو. الو مساء الخير. الو مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء الخير يا وجه الخير. راني نعيط، عندي مده وانا نعيط. يا عملي مرحبا بك مرحبا بك. راكم ملاح لاباس يعيشك. يا الاخت ليلى يا الاخت ليلى شنو نقول لك، ولا بنتي ولا مانيش عارفه كيما بغيتي، بنتك ولا اختك راني هنا صغيره. هايله هايله هايله. الله يسلمك، هي في الوصفات ياك، تنحسب حاجة واحدة أخرى. ونقول لها والله غير الوصفات تاع ليلى هايلين. قلت لك راني معاكم من قلبي يا مدام، والله غير من قلبي، راني حبتكم تنجحوا نبدل المائدة الجزائرية. شوفي ذاك الخبز راني شهم في ريحة السردين سطيحة. على بالك واش نقول؟ واش نقول أنا اللي واقفة حداه. السطيحة اللي درتيها كيما نديرها أنا. ها طيابك يا مدام اليوم. والله كيما نديرها أنا. الحمد لله الحمد لله. ديرها وندير سكابات ثاني تقليه، وديري له لاصوص، ديري له الصوم والمعدنوس والخل، ومن بعد تفرغي فوقه. صح صح ديروه سكابات شي. ايه تقليه هكا مشطات مشطات ومن بعد ديريه. يعطيك صحيحتك. ها انتوما ناس معروفه عليكم. يعطيك
صح الله يبارك شفت منوره يا بنتي حبيبتي ربي يخليك ما اختي الله يعطيك صحتك ويعطيك الصحه منا يعيشك ربي يحفظك نبغيكم بزاف بزاف يعيشك يبغيك الخير غير وين نقعد باش نتفرجكم يعيشك ربي يخليك انت ماشي خير من المسلسل تاع الترك ماشي خير من المسلسل تاع الترك حنا خير حنا سخونه وحدهم بعدا خير زوج لا لا راكم في القمه يعيشك يعيشك الله يحفظك ما شاء الله ما شاء الله يعيشك ان شاء الله نبقاو ديما عند حسن الظن ان شاء الله يحفظكم ان شاء الله قلت كراني انا وبنتي راني نشوف فيكم والاخت زهره وليلى شوفي غير نشوفها في الشروق صباح شفت هذيك الحلوه اللي دارتها تاع القطايف ايه مليحه انا عجباتك ما حكيتيوليش عليها درت قطايف وبالكراميل رمدتها جو بونس في القطايف درت لها الكراميل ومن بعد رمدتها في القطايف محمصين حلوه اقتصاديه تاع القهوه نديروها في الشيكولا ولا مانيش عارفه لا عندها غوطه صح ديرها في الشيكولا ولا لا لا لطفي يعطيني افكار باش شوف هو دي فوا الاطباق يمدهم لك ان شيف ودي فوا يمدهم لك واحد يحب ياكل يمدلك الرأي تاعو اكيد الخبز اللي راكي ديري فيه والله غير روعه انا نديرو بصح نديرو خبيزات كبار ونديرهم بالزيتون والفرماج من الفوق و... يا اخي قلت لكم انا نحب كل حاجه انديفيديال بسبوسه خبز الباير قلب اللوت كلش نحبو انديفيديال ما نحبش نقسم راكي داير حاله يا خيتي الله يسلمك شكرا ما نحبش نقسم برك بصح قلنا انت اسمك ياسمينة ولا بنتك لا لا بنتي قل لي ياسمينة هي اللي تعجن يا بنتي بنتي كبيره تخدم معايا وكاع بصح هي عندها الديكور كي ندير حاجه آه كيما بنتي تري بيان دونك عندها لوغو عندها لوغو ديكور بصح تعطيها بشويه معليش مادام عندها في الحلوان بعد تولي عندها في الطياب عندي صغيره تقرا ليسي هذيك لا لا هذيك الطياب الطيب الله يبارك معليش بصح ياسمينه يتسلك فيكم في الطياب في الديكور لا الحمد لله ربي يحفظ ربي يحفظها لك ان شاء الله الله يسلمك هذه دعوه الخير سواء عندنا الدنيا وما فيها يا مادام اكيد يحفظكم يعطيكم شكرا يسلمك يعيشك شكرا لك يعيشك يخلي لك ياسمينه ويخلي لك وليداتك وصحتك ان شاء الله الله يا رب العالمين ربي يحفظكم وبغيت غوسات الغريبيه تاعكم للمرة الثانية ثالثة ماشي كي درتو غربية ما حبيتش نعاود غربية لكن دوك ندير لكم حلقة فيها غير غربيات ولا دوك كي نكوبي عطيني غير لاغوسيت تاع البسبوسة برك اي نسينا ما مديناهاش الله يفكرك في الشهادة كان طلبتها وحدة ودرك ان شاء الله نمد لك سمعتهم قالوا جات روعة 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 وانا نسيت لاغوسيت كنت معاك فيها بصح نسيتها وني نتفرجكم كل يوم كل يوم اي الله يبارك مرحبا بك كانك مشاهدة وفية يعني يسلمك يسلمك بارك الله فيك مدام الله فيكم وربي يسلمك ان شاء الله شكرا لك امين معاك يعيشك الاخت يعيشك ربي يحفظك شتي زهره الخبز تاعنا ايش رايك مليوح مليوح الخبز تاعنا اليوم وبني وين وكلش فوالا وزيد يخمر شويه قلنا اللي حاب يديروا خبزه كبيره يديروا وهنا نروحوا نمدوا الوصفه تاع الوصفه تاع زيدو غير كافيه معليش شوفي هادو راهم بزياده هنا نسرقوا لهم شويات اوكي هنا راهي بالدوبل لينو تو سامبلومون هكا وين تقدري ديرها كامل زيتون خضر ماشي شرط حنا غير جوست بوغ ان تي ديكور هادو كي درتي باش نرضي ياسمينة من الشلف اللي تحب لا ديكوراسيون درنا لكم اليوم الكحل والخضر فوالا هاوليك ماشي مشكل زهره ها فوالا ولا نقدروا نديروها كامل كاريمون زيتون شنو غوسه قلنا نمدو يا حاليه هذيك نسيت البسبوسه لا قبلها بسبوسه لا اللي طلبت السيده الاولى اش طلبت سي بسبوسه خلاص دوك نمدو البسبوسه سيده تحرش بسبوسه طلبوا بسبوسه طلبوا ليلى خلاص مالا دوك نمدو الوصفه تاع البسبوسه قلنا درنا فيها ديري الوسط زهره اخضر الوغ عندنا ثلاث حبات بيض اذا كانوا كبار واذا كانوا صغار راح نديروا ربع حبات بيض مع كاس تاع السكر ماشي معمر نخلطوا مليح البيض والسكر غير بلو فوي مانويل ونديروا معاه كذلك كاس تاع الزيت ماشي معمر بزاف يعني ثلاثة ارباع صافي ثلاثة بيض كبار ولا ربعة كاس تاع السكر ماشي معمر كاس تاع الزيت زيت تاع التشينا وتاع القارص عندنا خميرة كيميائية وعندنا رشة تاع الملح لافاني ما ننساوهاش ودرنا فيه كذلك ياوخت ناتور درنا ياوخت ناتور ودرنا 21 مغرفة تاع تشيشة كانت حسبتهم زهرة وزوج مغارف كبار
تاع فرينه غير باليد، وهذه هي البسبوسه. تري بيان، دونك نقول لكم انا مشاهدينا نروحوا فاصل الاشهاري الصغير، ما تروحوش بعيد، رانا راجعين. دونك عاود عليكم مشاهدينا، دونك انا غيان في جوست رحتوا فاصل الاشهاري، دونك جوست كملنا لا ديكوراسيون. ليلى شحال اللي حكموا وقت في الفوق، قلبي بدا يضرب. علاش يكفينا الحال؟ يكفي زهره، يكفي يكفي، ما تخافش. تخافي معايا الخبز؟ نعم الخبز تاعنا دوك راهي اونص، نزيد له واحد الخمس دقائق هكذا كيطلع شويه وندخله. تري بيان، نوجدو لاباس عليه. الاستوديو تاعنا سخون، انا المهم يخمر لي شويه، ما نخليهش كيما راه. اوه نسيت حاجه، انا عبالك نسيت فيه. ججلان سانوج، السانوج، سانوج اللي هو دواء وشفاء لكل داء، لكل داء. الو بسم الله نديرو فيه كذلك. شوفي زهره، شوفي هذاك الزين اللي راح يعطينا. شفتيه؟ هذاك الفيد نعمروه سانوج، ان شاء الله يا ربي شهيناكم بالجنه. وهكا باش تنوضوا ديروا لنا هذا الخبز، يا ديروه العشاء يا ديروه غدوه ان شاء الله، يعني ما فيهاش حاجه كبيره. الفطور فوالا، هي العشاء يا الفطور غدوه. الو الو، مساء الخير. الو وي الو وي وي الو الو وي، مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. نعم مرحبا بك. مرحبا بك زهره، راني فرحانه كي حكمتكم. يعيشك، حنا تاني فرحانين كي سمعناك. وكان كلك راني رايحه زغرت. والله ماذا بيا زغرت، جيرانك تخلعوا، ماذا بيا زغرت. زغرت كي حكمتك. يعيشك، ماذا بيا يا اختي. الو غلا، الو غلا ليلى، على الشاف ليلى كي نقولك راني حابه ندخل في التلفزيون. واحد ها كوم، حتى يطيب حتى يطيب. يعني جاي مرحبا تلحق. وين تسكن؟ نجي تلحق يكون طاب. وين تسكن؟ الحمد لله لاباس. يعيشك، على بالك نموت عليكم. ربي يعيشك، يعيشك ربي يخليك، ربي يحفظك. وشوفي حاجه ما راكم بقيلها في خاطرنا، راكو كلش ديروه لنا. خيب يا، ما عندكش ما عندكش وصفه هكا مازالت خاصه ولا حايبه نعاودوها لك؟ لا لا، رانا تعرفي رانا جاتي، اوني اوني جاتي. تري بيان، هاي تري بيان، صافي بليزير. والله يا زهره اختي رانا جاتي. الو غلا الشاف ليلى ما عندي ما نقول فيها. الله يسلمك. تشعلي ترقد اليوم؟ الله، اليوم ما نرقدش، فكرتني زهره اليوم نرقد والو. ما شكيتش ليلى. شوفي اليوم غير راني في القمه، راني هايله اليوم نرقد والو. يعيشك. جربت الوصفات، جربت خبزة التونس. ايه جربت بون خبزة التونس، جربت البريوش، جربت لافوغي نواغ. انت شاطره، انت الله يبارك عليك. فحله فحله. باسكو علاش تحبي؟ الوغ تحبي وكانوا خاصينك غير ديزاستيس، اما ديتهم لك انا هذا ما كان. اكزاكتومون. الله يسلمك بلا جميل. والله غير راني ميته بالسعاده. يعيشك، احنا فرحانين. يعيشك. نعاود كل خطره نعاود ان شاء الله. ان شاء الله يقول لك طونك يد لافي. صح صح، يد لسكوار. داكور، ان شاء الله نسمعوا اسمك اخر البرنامج وتربح معنا لو كادو ان شاء الله. ان شاء الله زهره اختي. يعيشك، شكرا لك. ما شاء الله التواضع تاعكم رانا تعرفوا ما شاء الله. شكرا لك. يعيشك، اللي عجبنا رانا خيات، رانا انسو الفامي هكا باش تحسوا بلي حنا رانا ندخلوا لدياركم صوف خابي لابورت، رانا ديريكت تلقاونا قاعدين في الصاله انا وليل. والله ما شاء الله ما شاء الله، كيما نقول فيكم. يعيشك. وصافي لونتو وانا نعيط ونعيط، اليوم قلت والله نحكمكم باذن الله. ان شاء الله الحمد لله، نزيدو نسمعوك ان شاء الله. ان شاء الله زهره اختي. اهلا وسهلا، ان شاء الله تربحي معنا اليوم. ان شاء الله تعيشي. مرحبا بك، شكرا لك. سلمك. سلامة. يعيشك، دوك حتحبس لي قلبي وما حطيتيش يطيب. علاش راني حبس قلبك؟ علاش؟ مازال الحال، مازال الحال. علاش؟ فوالا شوفي ستات حاجه تاعنا خلاص. انا كنت حابه تزيدي خمر شويه بصح يطيب زهره. صح طيب. اي دونك ماشي انا بك قلبي ضرب، دونك ميم فريق لي هو. فوالا ليلى كيف هذا؟ انا ما نمسوش نخاف. ما يتمس، هو اصلا غطيناه عفوا وطاب بهذاك الصهد كما كان مغلوق وطاب ابتيف. تحب تدوق برك على الملح؟ انا وي شوف كيف يجي عندي ميمو.
ميمو مازال ما تجيش حتى انا نبردها شويه. سمح حتى تتحرق ميمو. ارجع. واش بنينه عباك واش نسيت؟ نسيت حاجه. نسيت الحار. عرفت نسيت الحار وخاطر جماعه ما ياكلوش الحار ومصبحنا مع نعيمه ما يحبوش الحار. ميمو فرحان المخرج تاعنا قال لك فرحان بصح بنينه نون باش كو سي تري بون. سلمك. فوالا دونك راح نقطع لها الخبز دخلناه وهي نروح نقطع لها شويه تاع كاين يقطع الحشيش وكاين اللي يحب المعدنوس يعني انا نفضلها بالحشيش وانتم دبروا راسكم. انت باش تحبيها؟ انا كيما راه لا حشيش لا معدنوس. كيما راه المهم البلا كاين. لا الحمد لله كاين البلا. نقطع لها برك شويه حشيش. تري بيان راح يديرها بيت كولور ثانيه. وي انا بوغ موا كيف كيف ليلى انا في ال نو مش كيف كيف زهره. عباك انا في لابواط تاعي في الدار دبشه ومعدنوس مع بعض. انا عارف. كانت لاسيس هذو عطاتو لي بوغ اتخ للامانه مدته لي شاف نوال. قالت لي خلط دبشه ومعدنوس ومدتها لهم مع الهواء قالت لهم في لابوات تاعكم بوغ شونجي ابخي جو سي با هي مش كيف كيف دبشه ومعدنوس سي ديكو زهره توجور انا نقول لك لا كويزين سي ديكو ما نقدرش نقولوا هذه ما تجيش معادي ولا هذه ما وي هي صح كاين مي دوكا راه الابداع كبير ولي يقول المهم يطيبوا ويفرحوا وليداتهم بيان سور بوكو بلوس حبسوا علينا هذوك لي ساندويتش وهذاك اللي تشري كسرا فطير من برا وشري حلوه الطابع انا كي ندخل ونشت بنساي شي هكاك يطلع لي السكر صح ما نحبش ديروا كلش في ديروا تمشوا مع عدنوس ديروا كلش برك ما تشريوش ونحيوا من نقصوا من الماده الحافظه لوليداتكم اللي تشري له هذيك الشوكولا صباح ولا ديك الحبه تاع الكاطو جو بريفير طيب باسينه تاع حلوه الطابع تاع زمان كما كانوا يديروا اللي تشد بال 15 يوم ما يصرى لها والو يدي معها حبه كل صباح وما تشريلوش هذاك هذا ما كان زهره الوغ ندير لها شم دوك تشمي الريحه تاع الحشيش يا زهره شمي اوكي من بعد راح نزيد لها شويه كي نحط ناكل الوغ مع القارص باش نحكي لك طاب مجمر يعني سي بون هاهو انا نطفي عليه ما نعرف كاين واحد القط يعني دوك يجوا القطوطه دوك يجي القط على السردين عبيك انا والقطه في دو انا تاني ما نحبش القطوطه ما نكذبش عليك مانيش متحيبتكم تعطيو اللايف هذا يعني حبيتو يكمل هكا اون بوتي كالم كون يدخل القط زهره وين تروحي واش تدير نروح نروح تخلي المشاهدين على بالهم يعذروني متصالحه مع الجمهور انا يفهموني يفهموني طيب خذوا في الله بديت حوس على القط بس كنت سمعت المشكله بزاف قلت عاد نجيبوا لي قط يدخل هنايا ديروها انتم نعرفكم اذا معنا حمزه عمالي اذا نستقبل اتصال الو 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 مساء الخير اهلا وسهلا كيراكم لاباس يعيشك انت لاباس نصيره معك نصيره من غريزان اهلا بك نصيره وبكل ناس الغرب طفي طفي كيراكم غايه لاباس حبيبتي عيشك انت لاباس لاباس الحمد لله تعرفي من وين ترى احنا اللي ما حكمتكمش الحمد لله كسمعنا اهلا وسهلا مرحبا كيفك يا شيخ ليلى؟ والله بخير وانتوما لاباس؟ كوغايا؟ والله لا تأمنيني تفكريني بصاحبتي؟ شكون صاحبتك؟ شكون فيهم؟ شكون فيهم؟ سموها؟ حليمة 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 راني نسلم عليك على خاطرش أنا نشبه لك ونفكر صاحبتك بيك. نفكرها. وين تكون بعيدة عليك؟ بعيدة واه متزوجة بعيدة. لا ربي ربي يلاقيكم بعد ان شاء الله بلي راحت لك الدعوه ليلى ربي يلاقيكم بعدكم ان شاء الله ربي يحفظك ربي يخليك ويحفظك ان شاء الله ويعيشك ميرسي شكرا لك مثل لاحظت على البيتزا اللي درتيها في صباح الشروق بيتزا نديرو منها الكرواسون نديرو منها لاباط ماجيك جربتي اللي درت بها انا الكرواسون غير كي مزت بها فطاير شتي شحال شابه شتي؟ واه صحتك الحمد لله الحمد لله يعيشك ربي يحفظك كل يوم كل يوم ملي تبدا الحصه وانا نعاود نعاود نعيط ونعاود والو حتى اليوم كتب ربي الحمد لله كل حاجه بالمكتوب كل حاجه حتى يكتب لك ربي ويسهل لك ربي تبغي ما نفقدوش الامل برك في الدنيا هذه في كلش والله هذا ما كان هيا فرغي قلبك هيا قبضتينا اليوم فرغي فرغي شنو باغية تقولي؟ والله تعجبوني بزاف بزاف يسلمك يسلمك شكرا لك يا عيسى شحال في خاطرك؟ والله والو قال لكم ديروها شابه بزاف يسلمك اختي يسلمك جربتي معنا وصفات ونشحوا لك؟
والله دائما نشوفكم بصح والله ما عندي الوقت باش نعاودهم. خيبي معليش، ان شاء الله يكون عندك الوقت وتعاود لي بلا اللي يعجبوك. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا، يعيشك سلامة. الله يحفظك. كملي لهم بك القصه تاع الخبز. كمل بي. يعني الخبز هذا حبيت نقول لهم، قلتها وقيله بلي نقدروا نفرسيوه بالفرماج. كي نديروا لابول تاعنا كي نكوروها، يعني نفتحوا هذيك لابول بعد اللي نوزنوه وندخلوا اون بورسيون تاع الفرماج لداخل. تري بيان. انا اليوم ماشي حندير هكاك باسكو عندي سردين، كيما نقدروا نرابيو. عسلامه. لاباس؟ ما كنتش على بالي. مرحبا بك. صافا حدي تبوسني عمري عمري. تيت كونتون. صافا لاباس. شكون تخيل؟ ما شاء الله عليك. نعم عليك. من وين؟ من وين؟ عناجة. مرحبا بك. كحمالك ديما شوف الروح اللي صيغي على عينيها، يعيشك. ما شاء الله. لاباس. واش راكي مالك؟ كيف احتاجتي عنا اليوم؟ دائما نشوفكم، حبيت نجي معاك، حبيت نجي نجي ليكم. حبيتي تجي عنا؟ مرحبا بك وفرحتينا بالطله تاعك. وانت موالفه تجرب لي بلانو ماماك؟ مع ماما نعاون. شحال في عمرك؟ انا 12 سنه. الله يبارك ما شاء الله. واش طيبتي؟ نعاون ماما مشي. اي تعاونيها. تحطي عينك باش كي تكوني وحدك تقدري تعاودي هذاك لو بلا. واش تحبي تطيب لك بزاف؟ انا بيتزا حاجه تاع لي غراتان. الله يبارك. الله يبارك. ما شاء الله عليها. هذاك سيربريز. والخبز هكا تحب خبز الدار بالزيتون؟ تري بيان. وشي الحاجه زعما الاولى اللي طيبتيها في الكوزينه؟ دخلتي طيبتيها انتيا؟ بطاطا. بطاطا فخيت زعما حاجه كبيره؟ بيان سور. كنت كتبغي حاجه كبيره. جو ريغول. حكيتها لك. ميرسي. شكرا حبيبتي. زعما جيتي طليتي علينا. ميرسي بوكو. ربي يخليك. سي جونتي. تبقى معنا حتى لنهايه البرنامج. تري بيان. حبي تسردي؟ حبي تسردي؟ نقول لكم بزاف الناس. سي كيجيو عندنا ديال كي نكونوا في الحاجه نروحو نجريو نقولو واش كاين بزاف. جابت لنا لي بانان. كثر خيرك ما فهمتش. دونك رايحين نديرو بهم ديسير ونقولو بلي الديسير تاع مروه. اسمك مروه؟ ملاك. ملاك. دونك ديسير ليلى ماذا بيك هاد البنانات ديري بهم ديسير. خلاص تاع ملاك. ديرو بهم ديسير. تخي بيان. نديهولك. ديرو فخيجيدار. عطيني ديرهم فخيجيدار تاع الضياف يا اختي جاو يطلعوا علينا. كثر خيرهم. ميرسي مالك بور تا بريزونس. قول لي وين تقرا واش من سنه؟ قرا في الميراني. في السير. تخي بيان. وجايبتها شويه بروميي تريمس ولا عميتيها؟ جبتها. صح مليح خرا. هي تخي بيان. وكيفاش تحفظ ولا يحفظوك؟ نحفظ بصح كي ما نفهمش نقول لماما تفهمني. تخي بيان. ما قريتيش اليوم؟ لا لا احنا بالاربع مراشيه نحاوها لنا ما نقراوش في المسيد. باسكو شيختنا هي مريضه. الله يسلمك ان شاء الله. الله يسلمك. طيب دونك تحيه ليها ربي يشفيها ان شاء الله. تحبها؟ سلمي عليها منا بلا كي تشوف الحصه تاعنا. تري بيان. اوكي دونك مروه احنا اليوم درنا سردين. تحب سردين؟ وي. ودرنا الخبز. خبز بالزيتون. خبز بالزيتون. دونك تاكل ماما. ماما طيبه هنا. شاطره ماما. شاطره بزاف ولا شويه؟ بزاف. شكون كثر شاطره ماماك ولا شاف ليلى؟ ماما الزوج. شكرا. تري بيان. دونك مرحبا بك وصافي بليزير اللي جيتي طليتي علينا. صح قولي واش حابه تخرج كي تكبر؟ صحفيه. صحفيه تاني كيما انتيا. عمري ميرسي ربي يخليك. ان شاء الله خير. ان شاء الله نشوفك اعلى المراتب. ان شاء الله وتفرح بك ماماك ان شاء الله وربي يخليها لك. سورتو سورتو تهلا في ماماك باسكو هي الصح. داكوغ. سي سي بابا تاني من هادو يقولوا لي بابا تاني بيان سور سي نورمال. باش يكون في يعني في بالك ياسين لو بابا قريب للبنات اكثر من ماما. اكيد الاب يكون قريب للبنات اكثر من الام. صح سي فري. تري بيان. دونك ما بين جيتينا ضيفه اليوم نمد لك انا راح نمد لك ان بارفان. نمد لك رضوان لوكيل نمد لها. واش تحب تحب الماماك ولا الباباك؟ تحب ماما. الماماك شتي كيفاش؟ مدلك هادي. اوكي. فوالا. ميرسي. صحتك صحتك ميرسي بوكو بوغ لا بريزونس ربي يخليك. ليلى نعاود نرجع عليك. ليلى وزعبيتها كي جيتي انت نسيت ليلى مسكينه. سمحت فيا على جالك. انا كنت نطلع الخبز. الوغ
الوغ دخلت الخبز تاعي، كان الفوق تاعي مسخن على 200 درجه، دخلت الخبز نقصت له على 180 باش يطيب لي في الوسط كما دائما نقولهم وما يبقاش معجن. يعني هاد لي زاستيس راني نهضر ونعاود باسكو كاين توجور بنات صغار يلتحقوا بنا، كاين اللي ما سمعتش الوصفه، اذا هذه هي تاع في الاعاده افاده كما تاع الفاكسون تاع ذكري. اذا يطيب، وبعد اللي يطيب وهو سخون راح ندهنه بالزيت الزيتون. ناخذ بانسون ندهنه كامل بالزيت الزيتون، يشرب الزيت تجي فيه الريحه والبنه. حل الباب زهره. وي شكون؟ الو الو الو، مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا، لاباس يعيشك، انت لاباس؟ الو الو، مرحبا بك. الله يسلمك. تفضلي. لاباس حبيبتي، عايشك انتي لاباس؟ لاباس هاي الحمد لله، يعيشك. تفضلي. هاي اللي تسلمي. الحمد لله حبيبتي، عايشك. قولي قولي وش طلباتك، شحال من مره عيطتي باش حكمتينا؟ في اول مره راني نعيط. وحكمتي غير فمي تحكمتي جامي حكم. قدك جامي جامي. الو الو، رانا باش نسمعوا فيك مليحة. الو. نعم نعم، تفضلي، مرحبا. الله يسلمك. الله يسلمك، تفضلي الأخت، تفضلي. تعجبوني بزاف، نبغيكم بزاف. يبغيك الخير. يعيشك يعيشك، يبغيك الخير. قلنا واش جربتي، واش جربتي وصفات؟ دايما شحال من وصفة نجربها وتنجح لي والحمد لله. اللي عجبتك بزاف وعجبتهم في الدار، شا هي؟ خبريني. على فكرة ما نهضرش غير راكي من الحشمة، الحشمة كتلاتك. علي ايمي، علي ايمي فرحانة، مرحبا بك. راكي مع خواتاتك زهرة وليلى بركة. مرحبا بك. نبغوها بزاف بزاف. يبغيك الخير، انا ثاني نبغيكم بزاف بزاف. سلمي لي على كاع اللي يبغونا. يعيشك يعيشك. عندي اختي ثانية حنان تفرج عليكم بزاف وتحبكم. سلم عليها. سلم عليهم بزاف. وقلنا واش حابه تشوف معنا وصفات في البرنامج اللي تدوروه؟ نبغوه والله. يعيشك يعيشك، شكرا لك. شكرا ليك. شكرا شكرا ليك. عندك اهداء؟ سمعك نادية. نادية عندك طلب؟ عندك حاجه؟ ربي يخليكم ان شاء الله. وعلى بالي والله ما راني قادر هذا. مرحبا بك مرحبا بك. هذه تحياتي الى كل عائله بوشط. وليكم خاصه. والى الزوج ديالي. اها. ولا الوالدين الكريمين. اوكي. كامل يعرفوا مليكه. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. شكرا لك، ان شاء الله كامل راهم يسمعوا فيك، وان شاء الله نزيدوا نسمعوك مره اخرى على الاخت. وتاتي كامل تاتي حام الخير. ربي يخليهم لك ان شاء الله. شكرا لك. الو الو. الو. قلت لك ربي يخليهم لك ان شاء الله، شكرا لك. الله يسلمك. يعيشك. شكرا لك الاخت، يعيشك. يعيشك، احنا تاني نموتوا عليك، يعيشك. الله يسلمك. شكرا لك حبيبتي، يعيشك. بنتي ياسمينة. تحية كبيرة ليها، تحية كبيرة ليها. شكرا، سلامة، يعيشك. تحية كبيرة لنادية من حروش على الإهداءات هذه. شو هذوك تقول لك؟ قلت لهم وما سمعوش. إذا زهرة الخبز تاعنا طاب، اللي كنت خايفة منه ما يطيبش. نوني شوف كيفاش راكي ديري في الزيت وهو يشرب. وي يشرب باسكو هو سخون، وكي تكون حاجة سخونة توجور تشرب. ألوغ هذه تعطينا الريحة وتعطينا البنة. أكيد تاع الناس اللي تحب زيت زيتون، واللي ما تحبش زيت زيتون الله غالب. خليه ناشف. فوالا، اما بالزيت راح يكون احسن اكيد. هو سميتو با اوليف، دونك با اوليف ونورمالمون سي في الزيت هذا. الزيت ويقدروا يزيدوا، انا نسيت الزعتر اليوم، يقدروا يحكوا شويه زعتر يعني ويديروه لداخل في الفرينه، ويقدروا حتى يديروه بودره يعني على الوجه هكذا كذلك مور اللي نديروا الزيت. تري بيان. دونك ليلى كملنا كل الوصفات، دونك ما بقينا غير نقولوا لهم في بلا يعني نقول لهم ما تروحوش بعيد، بقوا معنا. دونك انا عند ملاك اللي تبعتهم، انت تبعتهم فاصل ملاك، قلتي لي حابه تخرج صحفيه، قول لهم نروحوا فاصل صغير ونعاودوا نتلاقاو في طاوله التقديم. مشاهدينا نروحوا فاصل صغير ونعاودوا نوليكم.
دونك عاود ليكم مشاهدينا الكرام، دونك فوالا المنيو تاعنا تاع اليوم راهو بحريه تاع مع البلوزه اللي لابساته هذاك هو تري بيان. دونك السردينه راهي بزدات، الخبز اوسي، والبنان بيان سيغ تاع مالك. كثر خير. كيفاش كيفاش ما نحطوهش في الطابله؟ الوغ ليلى الوغ درنا شطيط حا السردين، ما حبيتوش تبروبوزيو عليا لي بلا، الوغ انا اليوم اخترت لكم شطيط حا السردين. صباح بكر ولا مارشيه، ما ظنش حق الوصفه في الفيسبوك، ورافقناها بخبز الزيتون. ان شاء الله يعجبكم ونال رضاكم وتعاودوا في الويكاند هذا. صحيح ان شاء الله. انت دونك ليلى نخليك ترفد لنا ورقه تاع القرعه. فوالا فوالا ملك تفضلي. الوغ ناصيره من غليزان. ناصيره من غليزان. فريده من وهران. فريده من وهران. اليوم ناس الغرب راهم حاضرين معنا بقوه. فوالا دونك ملك اعطيني كلمه اخيره، اهداء لمن نقول اهداء البابا اللي يتعب علينا، اختي، اخويا، عائلتي كاع وبالاخص ماما. سميهم خالتك. اخويا محمد، اختي احلام، اخويا عبد الرحمن، وخالت ماما ناديه، وماني، وخالتي كاع. باهي بيا ما سيتي حتى واحد في السيو، خلاص عليك تكمل. شيخه تاعي كاع. لازمك لازمك شيخه، على بالك اش من نقطه ولا. زيدي لها. انا ما تزيدلهاش، جوست لو جوست جوست. تخي بيان، دونك ليلى نقول لك نتلاقاو نهار الاحد، حنتوحشك. ان شاء الله يتوحشك الله يزرعك اوسي. يا عايشة. واليوم ما نرقدش. سيغ اليوم تبات قاعده. دونك ميرسي ملك على حضورك معنا، ان شاء الله نزيدو نشوفوك في حلقات واحد اخرين ان شاء الله. وانتوما ثاني اللي كيما ملك ولا اللي محبي البرنامج مرحبا بكم في اي وقت. كنت قلت ونعاود انه الباب مفتوح للجميع، اهلا وسهلا بكم. ونقول لكم نتلاقاو غدوه نفس القناه نفس التوقيت مع الشيف ناعمه درويش مع اطباق. ما على باليش شنو غادي لكم، ان شاء الله غادي لكم حاجه تحبوها كوم دابيتود. الى اللقاء.